قربت السوتنونس وغدا عندي البريزونطاسيون. خاصني نوقف ونهضر قدام الاساتذه وما خصنيش نغلط وخصني نكون ضابط لو سوجي موضوع البحث وزيد عليها الفرنسي. Nous avons fait, nous avons trouvé, merci monsieur. وعلاش حنا نديرو هادشي بالفرنسي كاع؟ حنا بلد مسلم نتكلمو بالعربيه. او ماي جاد الخلعه تلقي مني. غادي يجيني بوتفتاف وانا كنهضر، غادي نتزنق احمرار الخدود. عندك توحل لي الهضره؟ إلا قلت لك راه ناس كبار وكيبانوا في الأخبار وكيقدموا برامج تلفازية وعندهم تجربة كبيرة في التقديم وقراوا على هادشي، وشحال مرة مرات متعددة كتلف لهم الهضرة وكيتخربقوا، فعلاش انت ما غتحس براسك باغي تكون بيرفكت كامل من الأول؟ انت يلاه بادي يا صاحبي، تقبل راسك كيف ما انت، انت يلاه بديش. علاش انا غادي نحاس براسي ولا ندير ليه التوتر؟ هو مسكين شحال هو كيقرا ويوجد المواد ولي موديول وفاليدي يا ما تفاليدي وتكرفس وتجي تخلعو بهذا النهار الاخير. هذا هو الريكومبونس اللي تعطي راسك، هذا هو الفروي، هذا هو الدسير. لا محشوماش، اضرب على 90 اسي محمد، اضرب على 90. هذا النهار راه ديالك باش تفرح فيه وباش تشارك لحظاته الجميله مع عائلتك وحبابك وصحابك، بغض النظر على داكشي اللي جاي من بعد الدبلوم ولا المستقبل كيفاش غادي يكون، رزقك على الله. المهم هاد النهار ما تكونش فيه مستريسي، هاد النهار ماشي ديال الاساتذه ولا حيت هما غاديين يحطوا لي النقطه، راه كلشي كيحطوا لي النقطه، وبالعكس الحاجه اللي تهز ليها الهم وتعطيها اكثر من الاستحقاق ديالها هي ما كتصدقش راجل وما كتعطيكش. قد ما قدرتي تكون طبيعي وتتصرف طبيعي وبشوية عليك وما تزربش، واللي قال لك زرب قول لي هذا سيمون انيفيرسير، هذا عيدي، عيد ديالي، وانا ضربت تمارة طول هاد السنة او السنوات اللي دازو نستحق نفرح بنهاري ونعيش ونحس به. ماشي استاذ مخلص مزيان ومكستم يجي هاد النهار ونخليه يجف بيا الارض، ما تسوقش ليهم. راه احيانا الاساتذه براسهم كيبغيو يسولوا كاع في لي سوتنونس غير من اجل استعراض العضلات على بعضياتهم ويبين الاخرين باللي انا استاذ واعر، ويسولوا كاع قدرتي تجاوب جاوب، وفي حاله ما فهمتي السؤال عادي، انت طالب علم وربما المسؤوليه ديالو هو حيت ما كونتيش الطلبه مزيان. ما تجيش تحاسبني وانت ما درتيش المهمة ديالك على الوجه الصحيح، افتخر براسك حيت قدرتي تكمل القراية ووصلتي لباف او، ما يخلعك حتى شي استاذ. وراه احيانا حتى الى ما عرفتيش تجاوب الاستاذ ديالك كيجاوب لك في بلاصتك من اللي كيسولوا الاساتذه الاخرين. ولا بغى يهينك شي استاذ قول ليه جو سوي ان برودوي دو فو، انا منتوج ديالكم، الى ما عجبتكمش ديروا اعاده النظر في لو برودكتور المنتج، شكون اللي صاوب هاد لو برودوي، ولا نسموه لو فورماتور المكون، ولا ليديكاتور، ولا نخليوها ديريكت مسيو لو بروفيسور. فو نيت با ايسي بور جوجي مي بور ريسيفوار سكو فو افي برودوي. السلام عليكم.